انخفض رقم معاملات مجموعة لوسيور كريستال بنسبة 17% خلال النصف الأول من السنة الجارية، وذلك رغم تسجيل استقرار في حجم مبيعات زيوت المائدة والنمو الجيد اللي عرفته مبيعات زيت الزيتون في الخارج. وخلص اجتماع المجلس الإداري المنعقد يوم 4 سبتمبر الماضي برئاسة خالد الشدادي إلى أن الظرفية الصعبة اللي عرفتها نهاية سنة 2018 استمرت إلى النصف الأول من هذا السنة، مشيرا إلى أن رقم معاملات مجموعة لوسيور كريستال تراجع إلى 1.94 مليار درهم مقابل 2.21 مليار درهم قبل سنة، وهو الانخفاض الذي يعود بالأساس إلى انخفاض أسعار البيع نتيجة تراجع أسعار شراء زيوت المائدة وزيت الزيتون. كما أشارت البيانات الرقمية الصادرة في شأن الحصيلة المالية لشركة لوسيور كريستال إلى أن نتيجة الاستغلال بلغت في النصف الأول من السنة الجارية 121 مليون درهم مقابل 139 مليون درهم، ما يمثل تراجع بنسبة 13% متأثرة بتدني واردات زيوت المائدة وتراجع هوامش الربح في زيت الزيتون. أما على صعيد النتيجة الصافية الموطدة فإن المعلومات الصادرة عن المجموعة تؤكد استقرارها في حدود 89 مليون درهم بزيادة قدرها 3% عن مستواها في النصف الأول من السنة اللي سبقت، بحيث كانت عند معدل 87 مليون درهم.